اللي هتأثر على الدراع بتاع الريلي ده. دي نطلع اكسبريشن بحيث ان احنا نطبقه على اي مسار او اي ابلكيشن. فلو عندي بعد الجي 1 نمشي الداتا اكس. انا عندي هنا 6 اللي هم الطب الدور. واحد. طب انا هقول لك الاخير كان في اوبن وكلوز. النهائي. اللي بتشوف بينهم في واحد عند الجي 1 وفي واحد عند الجي 1 زي الداتا اكس. انا هتحرك من الاي للداتا اكس دي. من الايه اروح للسي. المره اللي فاتت خدنا ثلاث احتمالات، يا اما فاست يا اما سلو يا اما يمشي كل منهم. احنا هناخد الجنرال كيس اللي هي هيمشي كده. المسار الاحمر ده. وبالتالي الانرجي ستور بتاعتي او الميكانيكال انرجي هي المساحه المحصوره ما بين التو كاركترستيك والباص اثناء الموشن. الباص اثناء الموشن هو الجزء الاحمر اللي تحت ده بس. قلنا الجزء اللي فوق ده هيبقى ترانزيت. ما فيهوش حركه. هيبقى ترانزيت. وبالتالي الميكانيكال انرجي هي المساحه اللي فيه. تيجي نظرة في الامتحان اللي كده كده هو اللي ولا هو اسمه ولا هو اسمه يبقى التغير ميكانيكال انرجي طبعا دلتا اكس دي صغيره جدا. وبالتالي ممكن نعمل ابروكسيميشن. ويطلع الحلين زي بعض، يعني هيبقى كان لنا عندنا حلين بس الحلين هيطلع هيدوا نفس النتيجه. انا هاجم المثلث ده. ليه؟ الورك ميكانيكا مكتوبه ايه ليه؟ ها؟ الورك ميكانيكا مكتوبه ايه؟
خرجت كده أوبن يبقى تغير أثناء الحركة. تغير في التابلو اللي انت كان بكام؟ ها؟ نتحرك أوبن يبقى تغير في التابلو اللي انت كان بكام؟ زين. فإذا تغير بالتالي اطلع من هنا اروح اروح للكل انا لقيت ان كل اللي فيه سالب الكتريكال يساوي دي لاب الميكانيكال سالب دي لاب نوع في دي بالانس الكل انا عندي دي سالب بالتالي اطلع من هنا ان دي لاب الميكانيكال هيساوي ناقص دي لاب الميكانيكال يعني الكلام دوت لما المكان كان عباره عن الفرصه اللي حركتني في المسافه اللي هي دي ايه وبالتالي اقدر اقول ان الاف اي اللي هي انت مكتبه فورس تساوي بقى تفاضل في فيز من ناقص باي دي اكس بس ما تنساش ان الحركه بتاعتك كانت لاندا كونتر لاندا كونتر يعني لو قدرت تجيب الدبليو في فانكشن في اللمبة انا قلت لو قدرت تجيب الدبليو في فانكشن في اللمبة اكس وفضلتها بارشلي بالناقص مع الاكس يديك الفورس معايا يبقى انت محتاج الحالة دي انك انت تجيب الدبليو في بدلالة اللمدة والإكس. لو الحركة بتاعتك دورانية تبقى بدل إكس إكس هتبقى دي سي. يبقى الكلام ده برضه ممكن يكون عبارة عن دي لامدة كتير واي دي ثيتا هي كده لمدة ثيتا آر نفعل موت الحالة دي الحالة دي هتبقى دي توتال الحالة دي توتال الحالة البوليتيشنال تبقى تفاضل الستورد انرجي مع السيتا السيتا ار مثلا مع السيتا ار في ثبوت الامر ده أول اكسبريشن أكيد الاكسبريشن التاني اللي هنجيبه بقى اللي هو بتاع الفاست أو السلو موشن هيبقى بدلالة التيار هيبقى بدلالة التيار أنت ليك اختيار في حل المسألة دي أو دي بس مين اللي بيحكمك؟ اللي بيحكمك إنك أنت تجيب الدبليو فيل فانكشن في اللندا والاكس او فانكشن في الاي والاكس على حسب الكوشه اللي مديهالك الاسهل ليك ايه هناخد الحاله الثانيه بقى ناخد الحاله الثانيه ان انا خفيف المسلم أضيف المثلث يبقى آد مثلث A C D A C D الحالة دي الموسى من تحت هتبقى سلو موشن يعني إيه؟ يعني التيار كونستنت يعني التيار كونستنت فالباص بتاعي ما بقاش الاحمر بقى الرأس الباص بتاعي بقى بالشكل ده مره خدت كده مره خدت كده يبقى تغير الدم الميكانيكال تقريبا يساوي او ايه سي بي H
طب التغير بتبدو اليك اثناء الحركه بيساوي ايه؟ هل الباص بتاعك اهو يبقى هو المستطيل ده؟ قلنا الدبليو تغير الدبليو الكتريكال هي المساحه المحصوره ما بين الباص واللمبه اكسين. انت الباص بتاعك اهو ويطلع عباره عن ايه؟ سي سي دي. ده بيساوي ايه؟ بيساوي المستطيل الكبير ده ناقص المستطيل الصغير. مش عارف قلت الاي كونستانت؟ ايوه ما هو عشان كده
القطاع الشمسي ده تكتب جنبها اي كونسنت كده يا اما تعملها برشل وما تقولش اي معايا هنا مفيش شمس هنا Thank you.
بالناقص باي سكوير دي ار هي الريلاكتنس